فما أجمل إن الشخص يكون بيعمل لآخرته وفي نفس الوقت هو معاه أخوه، معاه شخص عزيز عليه، معاه ناس تدفعه إن هو يعمل بجهد أكبر، زي ما احنا بنقول طاقة. والله يا دكتور، أنا عن نفسي دايما كنت بميل للتجمعات، إن أنا أقعد مع ناس كتير، يكون ما بيننا مثلا فطار أو عبادة، لأن ده كان بيحسسني بترابط اللي بيجمعنا إحنا كمسلمين وكمجتمع إسلامي بشكل عام. فإحنا لقينا إن دي فرصة جميلة الصراحة، العشر الأواخر من رمضان وقت عبادة، وقت الشخص بينقطع فيه عن المفروض عن كل ما هو دنيوي علشان يعمل لآخرته. فما أجمل إن الشخص يكون بيعمل لآخرته وفي نفس الوقت هو معاه أخوه، معاه شخص عزيز عليه، معاه ناس بتحسه وبتدفعه إن هو يعمل بجهد أكبر، زي ما احنا بنقول طاقة، هي طاقة هم بيمدوا بيها. فهو فعلا تجهيز شباب، يعني إذا كان أنا أو مأمون أو بقية الشباب، مصطفى وعمر وأحمد، هم دول المسؤولين، هم دول اللي بيعملوا، اللي بيجهزوا الفطار والسحور، هم اللي ماسكين البرنامج، وده شيء جميل. يعني يمكن الاعتكافات اللي قبل كده اللي احنا حضرناها لم يكن فيها من هذا الشيء الكثير، ان احنا نجد الشباب ليهم الدور الكبير في التجهيزات دي. فكنا فقط بنكون مركزين على العبادة فقط، فدي تجربة بالنسبة للشباب. من الجميل ايضا ان التجربة دي بتزيد لنا احنا في حياتنا الشخصية. يعني النهاردة مثلا قعدنا مع الأستاذ عيسى مدير طلابي، شرح لنا انت هتروح تعمل كذا كذا كذا، يبقى النظام اللي المفروض تمشي بيه كذا كذا كذا، وده هيفيدك بعدين لما تيجي تدرس ده وتدرس ده في الإدارة أو في التسويق أو كذا. فاحنا اكتشفنا إن يمكن شيء احنا بنعمله ببساطة بشكل تلقائي، ولكن هو ليه نظام، هو ليه طريقة المفروض الواحد يمشي بيها. يمكن الكلام احنا فعلا بنسمعه كتير، يعني احنا كام محاضرة خدناها، كام مؤسسة قعدنا معاهم، وهم مؤسسة تربوية، ولكن احنا بنتعامل معاملة النظام المنهجي. لو عندك منهج معين انت ماشي عليه بتتعلمه، والشكل اللي احنا لو فتحنا اليوتيوب او فتحنا اي حتة هنلاقيه. لا بس يعني كل مؤسسة يا محمد، كل مؤسسة لها منهجية في أداء، يعني كل مكان. لا مش معناه ان في حاجة سلبية وحاجة إيجابية، بقدر ما هي ايه، احنا بنتكامل على فكرة. يعني في مؤسسة واخدة الجانب الشرعي ومهتمة بيه، في مؤسسة تانية واخدة الجانب التربوي فقط ومركزة عليه، في مؤسسة تالتة بتشتغل بتجمع مزيج ما بين الجانب الشرعي والجانب التربوي والجانب العملي وحتى الحياة العملية في البيزنس والشغل. وده منهجية طلابي في التعامل، منهجية طلابي في التعامل. لكن ده يعني أظن هو نوع من التكامل بيننا وبين بعضنا، فمش دي مش حاجة إيجابية ومش حاجة سلبية. يعني لا، أنا اللي عايز أوصله غير كده، إن بعيدا عن المؤسسة أو إحنا هنا تحت مظلة طلابي أو غير ذلك، هو احنا لما بنقعد القعده ديت احنا مش قاعدين في درس، احنا قاعدين لان احنا عايزين نقعد سوا، وبنطلع برساله وبمعنى معين كلنا بنستفيد منه، كلنا بنستشعره سوا. دي انا شايف ان ده نقطه مهمه، وده على فكره حتى تلاقي شباب احنا في الاخر لما بنتكلم مع بعض احنا بنتكلم مجموعه الشباب. صح انا مانيش شاب زيهم قوي، لكن الحمد لله باخد من روحهم، يعني من روح الشباب اللي موجودين. لكن هي فعلا القعده ما بتبقاش درس، القعده هي عباره عن مشاعر، عن احاسيس معينه، عن حاجه احنا بنحكي فيها مع بعض، عن دروس الواحد عاشها وتعلمها. ولذلك انا اتمنى ان ده محمد بقى ينتقل، يعني ازاي محمد يبقى برده معاه مجموعه وينتقل لها المعنى ده، وازاي مأمون يبقى مع مجموعه وينتقل لها المعنى ده، وازاي احمد ما يعني شباب. على فكره الفكره مش فكره بقى ان انا صغير او كبير، مش فكره ان انا عندي 40 او 50 سنه او عندي 20 سنه او 25 سنه. يعني في من يعني الناس اللي قادت الاسلام وانتصارات للامه المسلمه هم عندهم 16 سنه و17 سنه و18 سنه، صح يا مصطفى؟ صح كده؟ فالموضوع مش مرتبط بان هو السيد عشان هو عنده 50 سنه، او عمار عشان عنده 48 سنه، او محمد عشان ده عنده حاجه و20 سنه. لا، ممكن احمد، كم سنه احمد دلوقتي؟ 14 سنه، مصطفى كم سنه؟ 15 سنه،
عمر كم سنه؟ 14 سنه. مفيش مانع خالص يبقى احنا انا عندي 50 وعمار 48 واحمد ومحمد 22 ما شاء الله. فالتنوع ده ما في حد فينا بالمناسبه ما في حد فينا عنده عذر انه ما يقومش بمقام الدعوه الى الله عز وجل. مش حد فينا عنده عذر انه يطلع اللي عنده من خبره او تجربه حتى لو ولو بسيطه. عنده قيمه مستشعرها في قلبه بيقدر نعم. يوصل زي ابو ذر. نعم سيدنا ابو ذر طبعا سيدنا يعني سيدنا القيمه كبيره قيمه الدعوه الله عز وجل بشكل مختلف. جزاك الله خير يا محمد. لا ما خلاك احنا انا بقول وقت ان في الاخر كل واحد يقول لنا مشاعره عشان ما تقعدوش تدبسونا لوحدي في التصوير. انت اللي قلت عاوزين نوثق اللي بيحصل صح يا محمد؟ انت صاحب المقترح ده. ده غير بقى حضرتك اكيد يعني احنا طول ما احنا قاعدين مع حضرتك بنتعلم يعني ما شاء الله. دي تشيلها من الفيديو وانت بتمنتج عبد الرحمن عشان اقول لك كده بيطبل لسيدي شويه. لا والله احنا يعني الجلسه من شويه مثلا